السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. وجهت الحكومة اليمنية دعوة إلى القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى لقاء عاجل اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة صنعاء يوما داميا جراء اشتباكات بين جماعة الحوثي والحرس الرئاسي في محيط القصر الجمهوري أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح نحو 80 آخرين. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الحوثيين سيطروا على تلة استراتيجية تشرف على القصر الجمهوري. من جانب آخر، هددت قبائل مأرب بقطع إمدادات النفط والكهرباء من المحافظة إذا تعرض الرئيس اليمني لمكروه. وقد أوقفت الشركات النفطية العاملة في محافظة حضرموت شرقي اليمن أوقفت إنتاج النفط الذي يزيد عن نصف إنتاج البلاد، كما أوقفت شركات نفط أعمالها في محافظة شبوة جنوبي اليمن استجابة لمطالب من رجال قبائل يحتجون على اختطاف جماعة الحوثي لأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني. وأفاد مراسل الجزيرة أن شركات النفط نقلت 80 موظفا أجنبيا إلى جيبوتي. نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ على الحدود مع لبنان في ظل توتر يسود المنطقة عقب مقتل كوادر حزب الله في ريف القنيطرة أمس الأول. وتأتي هذه الخطوة تحسبا لرد محتمل من حزب الله باتجاه البلدات الإسرائيلية واستباقا لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان. قال تنظيم الدولة الإسلامية إن مقاتليه أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور في سوريا. وبث التنظيم صورا لما قال إنها الطائرة المسيرة التي أسقطها مقاتلوه بمضاداته الأرضية أثناء تحليقها فوق بلدة الطيانة بريف دير الزور والذي يسيطر عليه التنظيم بالكامل. دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تحالف مع الدول العربية والإسلامية لمحاربة ما وصفوه بالإرهاب. والتقت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي وحثته على التعاون مع الاتحاد لمواجهة ما يسمى الإرهاب. وقالت موغريني بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن على الاتحاد إنشاء تحالف مع الدول العربية العربية وتعزيزه دوليا لتفادي التهديد الذي يواجه العالم على حد تعبيرها. قالت حكومة النيجر إن 45 كنيسة أحرقت في العاصمة نيامي ومدينة زندر خلال المظاهرات الاحتجاجية على الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها مؤخرا مجلة شارلي إبدو الفرنسية. وفي بيان صدر عن الحكومة أيضا أعلنت الحداد الوطنية لثلاثة أيام على 10 أشخاص لقوا حتفهم وسط الاحتجاجات التي استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وقالت الشرطة إن أكثر من 170 شخصا أصيبوا وسجلت خسائر كبيرة في الممتلكات العامة. السلام عليكم ورحمة الله. أثناء تحليقها فوق بلدة الطيانة بريف دير الزور والذي يسيطر عليه التنظيم بالكامل. دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تحالف مع الدول العربية والإسلامية لمحاربة ما وصفوه بالإرهاب. والتقت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي وحثته على التعاون مع الاتحاد لمواجهة ما يسمى الإرهاب. وقالت موغريني بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن على الاتحاد إنشاء تحالف مع الدول العربية وتعزيزه دوليا لتفادي التهديد الذي يواجه العالم على حد تعبيرها. قالت حكومة النيجر إن 45 كنيسة أحرقت في العاصمة نيامي ومدينة زندر خلال المظاهرات الاحتجاجية على الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها مؤخرا مجلة شارلي إبدو الفرنسية. وفي بيان صدر عن الحكومة أيضا أعلنت الحداد الوطنية لثلاثة أيام على 10 أشخاص لقوا حتفهم وسط الاحتجاجات التي استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وقالت الشرطة إن أكثر من 170 شخصا أصيبوا وسجلت خسائر كبيرة في الممتلكات العامة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى جيبوتي.
نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ على الحدود مع لبنان في ظل توتر يسود المنطقة عقب مقتل كوادر حزب الله في ريف القنيطرة أمس الأول. وتأتي هذه الخطوة تحسبا لرد محتمل من حزب الله باتجاه البلدات الإسرائيلية واستباقا لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان. قال تنظيم الدولة الإسلامية إن مقاتليه أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور في سوريا. وبث التنظيم صورا لما قال إنها الطائرة المسيرة التي أسقطها مقاتلوه بمضاداته الأرضية أثناء تحليقها فوق بلدة الطيانة بريف دير الزور والذي يسيطر عليه التنظيم بالكامل. دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تحالف مع الدول العربية والإسلامية لمحاربة ما وصفوه بالإرهاب. والتقت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي وحثته على التعاون مع الاتحاد لمواجهة ما يسمى الإرهاب. وقالت موغريني بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن على الاتحاد إنشاء تحالف مع الدول العربية العربية وتعزيزه دوليا لتفادي التهديد الذي يواجه العالم على حد تعبيرها. قالت حكومة النيجر إن